السلام عليكم، يلا حيهم. اليوم بتكلم معكم عن شخصية لها حضور كبير في الأربعينات الميلادية، برغش النعيمي، أحد موظفي أرامكو، رئيس طاقم الحفر شركة أرامكو في عام 1947، وهذه صورته اللي تشوفونها قدامكم. وفارق في البنية الجسمانية عن غيره من نظراء أو زملاء، والبيئة المحيطة اللي حوله كذلك. كان جسمه ما شاء الله تبارك الله في ذلك الوقت مختلف، يتمتع ببنية جسمانية ضخمة وقوة بدنية عالية، لدرجة من الأقوال والروايات كانت تنقل عن برغش النعيمي أنه إذا قعد على مفطح الحالة أو الذبيحة الحالة يأكلها الحالة، بالإضافة إلى أنه إذا جاء الموتر بينشر يرفع السيارة حطها على ركبته ويفك صواميل الموتر اللي هو براغي الكفرات. فهذه من الروايات اللي تنقل عن برغش وعن قوته وعن مواقفه وشجاعته.